مرحلة حمادة اللي احنا فيها دي انا بعتبرها مرحلة تصفية كل الثوار او كل واحد شارك في ثورة 25 يناير أو محمد خليل الله يرحمه كان داخل اسم امبابة يدفع كفالة لواحد صاحب محامي اسمه ناصر الشعبان عليه كفالة 10,000 جنيه. صاحب حمادة اتحرك من البيت وراح سحب الفلوس وراح عشان يدفع الكفالة ديت. وهو موجود في القسم قابل أمين شرطة كان ما بينه وما بين حمادة الله يرحمه خلفة سبب. أمين الشرطة دوت اسمه أحمد الطيب. أحمد الطيب دوت لقيت أحمد الطيب دوت متهم في قتل متظاهرين برضه قبل كده في اسم امبابة. فدخلوا مع بعض واشتبكوا مع بعض. بعديها راح جاي كل الأمناء والظباط بتوع اسم امبابة راح متهمين على حمادة خليل الله يرحمه راح مدخلينه الحجز. معرفش هما دخلوا الحجز بناء على مين. بعد ما دخلها والامين شرطة في اول وقعه ديت حاول ان هو يضرب حماده بالنار طلع طبعا هيضرب ان هو هيضرب حماده بالنار الامن والظباط كلها خدوا اتخاذ احمد الطيب دوت ودخلوا احمد الحجز دي اول حاجه دخل واحد حجز ليه اصلا بعديها ب 10 دقائق او ربع ساعه جه امين شرطة دخل على حماده الله يرحمه الحجز وضرب حماده الله يرحمه ثلاث طلقات جوه الحجز بشهاده الشهود كمان الطلقه الثالثه وهو بيضرب بيها حماده قال له الطلقه دي عشان تموت خالص كل الرسالة اللي عايز اوصلها للناس بس الناس تعرف الحقيقة ان حمادة اخويا الله يرحمه كان راجل واي حد اي حد ممكن ينزل اي حتة في امبابة عندنا ويسأل عن حمادة اخويا الله يرحمه حمادة الله يرحمه كان راجل وكان جدع وكان عمره ما كان بيقبل اهلا لنفسه حمادة اخويا الله يرحمه لما توفى جنازته كان فيها المبلغ كلها 50,000 واحد محمود واما خد اول جلسة خد 15 يوم فدي يتأجل له اسبوع في اسبوع في اسبوع من غير ما يروح جلسات تم نقله لسجن ابو زعبل اول ما راح سجن ابو زعبل تم تعريفه كاملا وتم ضربه اثناء دخول القسم بالعصيان وما يسمى بتشريف السجن برضه وبعد كده لما جه وبعد ما البشوات طبعا وكالات الداخليه طبعا يعني اكرموا علينا وحبوا ينزلوه جلسه رجعوه اسم المرج تاني اول ما راح اسم المرج تاني اتعرض للضرب تاني وشقيق محمود محمد احمد حسين يوسف اللي تم القبض عليه في الذكرى الثالثه ثوره يناير محمود اتقبض عليه من كمين السلامة اتقبض عليه بطريقة عشوائية طبعا استكمال سياسات القبض العشوائي من قبل وزارة الداخلية محمود اتعرض لحفلة ضرب في كمين السلامة اللي اتقبض عليه طبعا قبل ما اتعرض لحفلة الضرب الكبرى اللي اتعرض لها في اسم شرطة المرج تم تعريضه للضرب وتم تعريضه للتعذيب تم تعريضه للصدمات الكهربائية من قبل ضابط أمن الدولة اللي حاول يخليه يعترف بحاجات هو ما عملهاش طبعا محمود لما والدي ووالدته شافوه تاني يوم في التحقيقات في التحقيق اثناء قبل التحقيق بتاع النيابه محمود قال لهم انا اتضربت واتعذبت واتكهربت طبعا بان على محمود اثار الورم اللي كان في جسمه واثار التعذيب ان هو كان